خلينا بقى نروح نطمن حضراتكم على حاله برضو الشناوي ووليد سليمان. امبارح تحديدا نبدا بمحمد الشناوي، بدا يعني فقرات تدريبيه في الجيم ده تحت اشراف محمد وفاي اخصائي التاهيل بالفريق، وكمان ادى تدريبات الجري حول الملعب. ده كان طبعا المره الاولى بعد اصابته، زي ما حضراتكم عارفين هو بيعاني من اصابه بتمزق في العضله الخلفيه تعرض ليها لما كان مشارك مع منتخب مصر في مباراه ليبيا الاخيره. وليد سليمان بقى ادى مران برضو منفرد في الجيم على هامش هنا بنتكلم المران الجماعي للفريق. كابتن سيد عبد الحفيظ كمان كان قال ان اللاعب حالته مستقره للغايه وتعافى بشكل كبير من الاصابه اللي تعرض ليها في مباراه الحرس الوطني. وعايز اقول لحضراتكم غادر كمان فيها وليد سليمان، وكان بيتكلموا ان عنده اصابه بارتجاج في خفيف يعني في المخ الحمد لله، لكن كابتن سيد عبد الحفيظ اكد او اوضح ان الجهاز الفني حدد برنامج تدريبي لوليد سليمان هيكون النهارده، وكمان هينتظم في الجيم وهيعمل تدريبات ان شاء الله جماعيه بعد مباراه الاسماعيلي. فكده احنا بس بنطمن على اللعيبه بتوعنا، وان شاء الله ما يبقاش في اصابات ثانيه. انت عارف الفتره اللي فاتت احنا اتهرينا اصابات، فيعني يا رب ما تتكررش ثاني بقى الموسم الجديد.